الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالحمد لله منزل الكتاب سبحانه وتعالى، مدبر الأرزاق تصل إلى كل الناس بفضله سبحانه وتعالى، قاهر الفجار والكفار والفساق بعدله سبحانه وتعالى. فالحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة التي أنزلت إليه من ربه سبحانه وتعالى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فتركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. جاهد في الله حق جهاده، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بخلقه أنه لم يتركهم سدى، ولكن أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ليكونوا على بينة من أمرهم، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ليصلح لهم أعمالهم ويبين لهم سبل النجاة، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نسأل الله عز وجل أن نكون من الناجين ومن الفائزين الذين يرزقون بفضله الفردوس الأعلى، بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. معنا اليوم سورة من كتاب الله عز وجل، نتأمل ما فيها علنا نعتبر وعلنا نتغير ونعمل بما فيها من أوامر، وننتهي بزجر ما فيها من آيات، وننزجر عن المعاصي ونقدم على الطاعات. فإن الله عز وجل خلق هذه النفس، وهذه النفس تحتاج إلى الغذاء حتى تستطيع أن تفعل الأعمال الصالحة، حتى تستطيع هذه النفس أن تجاهد وتبذل لنصرة هذا الدين. فهذه النفس حتى تقوم بهذه الأعمال لابد لها من وعظ، لابد لها من زجر، لابد لها من غذاء. فكما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض. لما قال الله عز وجل قبل هذه الآية: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فلما أخبرنا الله عز وجل بحقيقة الدنيا قال بعدها: سابقوا. فإن الإنسان لن يستطيع أن يسابق في الطاعات إلا إذا علم حقيقة الدنيا. فلما قال اعلموا قال بعدها: سابقوا. إذن أحبتي في الله، حتى نبذل أموالنا وأنفسنا لنصرة الدين، حتى نبذل أغلى ما نملك لطاعة الله سبحانه وتعالى، لابد أن نعلم حقيقة الدنيا. فيحتاج الإنسان إلى القرآن ليذكره بهذه الحقائق التي قد ينساها الإنسان في زحمة الحياة، أو قد يتناساها الإنسان. فمعنا اليوم سورة تنزل على القلب، تزلزله حتى تعيد له الموازين مرة أخرى إلى طبيعتها. إنها سورة الزلزلة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه السورة تبدأ بتغير للأوضاع. اعتاد الناس على الاستقرار في الدنيا، اعتاد الإنسان أن يستيقظ صباحا ويذهب إلى عمله ثم يعود لينام وتستكمل هذه الدورة. يحلم الإنسان بأحلام ويتمنى أماني ويسعى لتحقيقها، ويظن أن الدنيا ستظل هكذا.
ستظل هكذا يفكر في أماني ويسعى لتحقيقها. يفاجأ بهذه الصورة التي تبدأ بحرف المفاجأة، إذا حرف اليقين، إذا قطعا سوف تحدث هذه الزلزلة، قطعا سوف ينتهي هذا الاستقرار، قطعا ستنتهي هذه الحياة بزلزلة عظيمة تحدث. فقال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها. اعتاد الإنسان أن تحدث بعض الزلازل أو أن يحدث بعض الزلازل في بعض الأماكن، لكن هذه المرة كانت مفاجأة. الإنسان ممكن يسمع عن زلزال، ممكن يحصل زلزال في بلد من البلدان ولا يتعجب الإنسان. لماذا هذه المرة حينما حدث الزلزال قال الإنسان ما لها؟ تعجب الإنسان من هذا الزلزال. لماذا؟ لأنه ليس كأي زلزال حدث، لأنه زلزال في الأرض كلها، ليس في بقعة منها. الأرض كلها تهتز، الأرض كلها تزلزل، الأرض تخرج كل ما فيها زلزلة لم يعتد الإنسان عليها. لذلك قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض، أي كل الأرض تزلزل زلزالها. يؤكد الله عز وجل أن هذا زلزال خاص بها، فقال زلزالها، أي زلزالها الخاص بها، كما قال الله عز وجل عن الذي يريد دار الآخرة: وسعى لها سعيها، أي سعي خاص الذي ينجي في الدار الآخرة، ليس أي سعي. الذي يريد أن يفوز بالجنة لابد من سعي خاص للجنة. فكذلك قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي زلزالها الكلي، زلزالها العظيم، زلزالها المتفرد، زلزالها الذي إذا حدث وكأنه لم يحدث زلزال قط. كل ما حدث في الدنيا من زلازل وبراكين ومصائب وكوارث لا يساوي شيئا بالنسبة لهذا الزلزال. الإنسان شاهد أشياء عظيمة في الدنيا، ولكنه حين يرى هذا الزلزال يوم القيامة يفاجأ ويندهش. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أمر عظيم. مهما حاول الإنسان أن يتخيل هذه الزلزلة لن يستطيع، بل مهما وصفت له هذه الزلزلة لن يستطيع أن يتخيلها. فقال الله عز وجل: يوم ترونها، هذه الزلزلة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تخيل انت ماشي في الشارع وفجأة لقيت كل مرضعة، مش مثلا مرضعة عشان قلبها قاسي على ابنها، لا، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لم يقل الله ترمي، لم يقل الله تقذف كل مرضعة، قال تذهل. لا تدري ماذا حدث. المرضعة كانت ماسكة ابنها في حالة الرضاعة في هذه اللحظة التي تتمناها كل أم، ثم فجأة لا تعلم أين ذهب الطفل. تذهل، تذهل من هول الأحداث مما ترى. فقال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها، هذا الزلزال سوف يحدث، هذه الدورة الحياتية اليومية سوف تنتهي، هذه الآمال والطموحات سوف تنتهي. إذا زلزلت، من الذي زلزلها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لم يذكر الله عز وجل من الذي زلزلها، لأنه لا يستطيع أن يفعل بالأرض هكذا إلا الله سبحانه وتعالى. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. الأرض تحمل الناس، تحمل الكنوز، يدفن فيها الناس ويدفن فيها الخيرات على مدار السنوات. وأخرجت الأرض أثقالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، تقيء الأرض، ترجع ما فيها، تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان يوم القيامة من الذهب والفضة. الأرض مليئة بالكنوز والخيرات التي جاهد الإنسان ليحصل عليها، التي تناسى الإنسان يوم القيامة من أجل هذه الأثقال.
أخرجت الأرض أثقالها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة يوم القيامة. فيمر الناس عليها، على هذه الخيرات يوم القيامة، ظهرت حقيقة الأشياء، فيمر القاتل يعدي على الذهب والفضة ويقول: في هذا قتلت؟ لأجل هذا المال المرمي الآن المزهود فيه، لأجل هذا قتلت؟ ويمر قاطع الرحم ويقول: في هذا قطعت رحمي. ويمر السارق ويقول: في هذا قطعت يدي. ثم يتركونه ويذهبون. الآن ظهرت حقيقة الأشياء، ثم يتركونه ويذهبون. في هذا المشهد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا ينبغي أن نتعامل مع الدنيا كهذا المشهد، ولكن في الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كرجل استظل بظل شجرة ثم راح وتركها، ثم راح وتركها. هذه هي الحقيقة. فقال الله عز وجل: وأخرجت الأرض أثقالها. وقيل الأثقال المدفون فيها من الناس، وكأن الأرض سوف تؤدي الأمانة. لذلك العلماء لما قالوا: لماذا قال الله عز وجل عن الخيرات وعن الكنوز وعن الناس المدفونة قال عنها أثقال؟ فقالوا: لأن الأرض كانت تشعر بثقل الأمانة، تنتظر اللحظة التي تؤدي فيها الأمانة، وألقت ما فيها وتخلت. الإنسان أيضا أودع أمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. هذه الأمانة سوف تسأل عنها، أن الله عز وجل أعطاك نفسا وعقلا وأنزل إليك وحيا، فأنت مكلف ولست مسير، أنت مكلف، أنت مكلف بأوامر ونواهي، سوف تسأل عن هذه الأوامر والنواهي يوم القيامة. وأخرجت الأرض أثقالها. وقيل سماها الله عز وجل أثقال لأنها، أي الذهب والفضة والكنوز، كانت ثقيلة في موازين الناس وليست ثقيلة عند الله. فالدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة. لذلك من معاني هذه السورة أنها تعيد لنا الموازين، فختمت بالموازين، فمن يعمل مثقال ذرة. من معاني هذه السورة أنها بدأت بالزلزلة وانتهت بالميزان، فهذه السورة تزلزل القلب حتى تعيد له الموازين الحق، هذه السورة تزلزل القلوب حتى تستيقظ العقول فتزن الأمور بميزان الشرع، لا بميزان الناس ولا بميزان العرف ولا بميزان الهوى. فالعظيم ما عظمه الله، والحقير ما حقره الله، حتى نستعيد الموازين الحق التي يريدها الله سبحانه وتعالى. وأخرجت الأرض أثقالها. في هذه اللحظات الإنسان ينظر: ما لها؟ ما الذي حدث؟ أريدك أن تتخيل نفسك في هذا المشهد، لأنه ليس خيال، إنه حقيقة سوف يحدث. هذه الصور حقائق. ذلك لما بيستيقظ المنافقون والعصاة والفجار والكفار يوم القيامة فيقولون: من بعثنا من مرقدنا؟ فترد عليهم الملائكة والمؤمنون ويقال لهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كانوا يتكلمون بالحق لا بالخيال. هذا ما نسمعه في القرآن إنه حقائق سوف تحدث، ليس معنى أننا لا نفكر فيها أنها لن تحدث، ولكنها سوف تحدث، حتى لو غفل الإنسان عنها سوف تحدث. هذه حقائق. فيقول الإنسان في هذه اللحظات، بعد هذه المفاجأة، بعد هذه الزلزلة التي كسرت كل شيء واضطرب فيها كل شيء وتغيرت فيها الأرض وأخرجت منها الكنوز وأخرج الأموات وأصبحوا أحياء، فيقول الإنسان بعدما كان مدفون في الأرض ويخرج ويفاجأ بالخيرات من أمامه ثم يزهد فيها، فيتعجب الإنسان ويقول: ما لها؟ ما الذي حدث؟ لطالما سرت على هذه الأرض وهي مستقرة، ما الذي حدث؟ هذه الأرض لطالما سرت عليها وقضيت عليها في شهواتي وفعلت ما أريد من أهواء وطموحات وآمال، ما لها؟ ما الذي حدث لها الآن؟
وقال الإنسان ما لها يتعجب لأي غرض يحدث هذا. الإنسان يعلم أن أكيد في شيء خطير. هذه الزلزلة وهذه الأثقال، هذه الزلزلة إنما حدثت وهذه الأثقال إنما أخرجت أكيد لأمر جلل. فيتعجب الإنسان لماذا يحدث كل هذا. تخيل أنت رايح في يوم الشغل بتاعك أو رايح المدرسة أو الجامعة وتفاجأ بتغييرات تحدث في كل المكان، فبتسأل لماذا، ما الذي حدث، لأمر جلل يحدث هذا التغيير. فيسأل الإنسان ما لها، فيأتي الجواب نعم إنه لأمر جلل. ما هو هذا الأمر؟ يومئذ تحدث أخبارها، هذه التغييرات التي حدثت في الأرض، لأنه جاء الأوان لتتحول الأرض من مفعول عليها إلى فاعل، لتتحدث الأرض لتخبر بما حدث عليها من أعمال وأهواء وشهوات. تخبر الأرض يومئذ تحدث أخبارها، أخبار نسيت ومواقف دفنت الآن تظهر. أحصاه الله ونسوه، كم من دم لمظلوم سقط على الأرض الآن تخبر به الأرض، كم من قتيل ضعيف دفن فيها، كم من ظالم متكبر سار عليها، كم من كنز مسروق دفن فيها، كم من سارق مختلس اختبأ عليها، كل هذا سيظهر. كم من كلمة قيلت عليها سوف تظهر، كل هذه الأخبار سوف تظهر عيانا. يومئذ تحدث أخبارها، تزلزلت الأرض وأخرجت الأثقال لتخبر بما حدث عليها من مواقف. ظن الناس أنها انتهت، ظن الناس أن الأمر قد قضي، ولكنه عند الله لم ينتهي. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، لم تفعل هذا من تلقاء نفسها، بأمر من الله سكتت وبأمر من الله تكلمت، بأمر من الله سكتت وبأمر من الله تتحدث وتخبر. كان من الممكن أن تلتهم الأرض كل عاصي وكل ظالم، ولكنها سكتت بأمر من الله، والآن تتحدث بأمر من الله بأن ربك أوحى لها. وقيل الوحي الأمر السريع الخفي، أي أن الأرض تنتظر ولو إشارة من الله لتتزلزل من أفعال بني آدم، تنتظر أي إشارة وأي أمر حتى تسارع بالتنفيذ. وكأن هذا تعريض بالإنسان، الأرض تستجيب للوحي والإنسان يعرض عن الوحي، الأرض تستجيب لأمر الله والإنسان يعرض عن أوامر الله، بأن ربك أوحى لها. الأرض تغير من طريقتها أنها صلبة ساكتة إلى أنها تتكلم، هذا التغير يحدث بأمر من الله، وتستجيب الأرض والإنسان لا يريد أن يتغير ولا يريد أن يستجيب إلى الله إلا من رحم الله. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، ذلك قال بعض أهل العلم هذه اللام أوحى لها تدل على سرعة الاستجابة وسرعة التنفيذ، وأيضا وكأن الأرض، هذه اللام قيل لمنفعة الأرض، أي أن الأرض كانت تنتظر هذا الأمر، بمعنى الأرض حينما يحدث عليها من مظالم وأهواء ومعاصي تريد أن تنتقم لله، كما قال الله عز وجل عن جهنم تكاد تميز من الغيظ، المخلوقات تغضب لله سبحانه وتعالى. ذلك كما أن معلم الناس الخير الذي يعلم الناس الخير يصلي عليه كل شيء ويدعو له كل شيء، حتى الحيتان في البحر والنملة في الجحر، فكذلك الظالم والعاصي يدعو عليه كل شيء ويتأذى منه كل شيء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه، أما المستريح هو المؤمن يستريح من عناء الدنيا وتعبها، وأما المستراح منه فالكافر والفاجر.
استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب يستريح منه. لو أن الله عز وجل يؤاخذ الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب. فقيل من معنى هذه الآيات أي لو أن الله عاقب الناس بظلمهم لأهلك الدواب، ولكن يترك الناس رحمة بالدواب. لو أن الله عز وجل يؤاخذ الناس بظلمهم لأهلكت كل الدواب. لذلك يقول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أمر من الله لهذه الأرض أن تتحول إلى شاهد وتنطق الأرض وتقول فعل علي كذا يوم كذا، قام به فلان، ظن أنه في سر، ظن أنه يختبئ فتفضحه الأرض، وفلان سار علي يوم كذا حتى ذهب إلى مكان كذا وفعل كذا وكذا، وفلان، وتتحدث الأرض بالأخبار، تزلزل الأرض، تخرج الأثقال، تتحدث الأرض. هذه التغيرات هي مكان الاختبار، مكان الامتحان هي الأرض. الآن جاء الوقت ليتحول المكان إلى شاهد، جاء الوقت لتزلزل الأرض وتخرج ما فيها من أثقال وتتكلم بطلاقة، وكأن هذه الأثقال الأموات الذين كانوا في الأرض كانوا ثقل عليها، فحينما تتخلص منهم تتكلم وتتحدث الأرض بطلاقة بأن ربك أوحى لها. يومئذ بعد ما بتحكي الأرض وتتكلم الأرض عن اللي حصل وتتكلم عن الجرائم وتتكلم عن الظلم وتتكلم عن من أكل الورث وتتكلم عن من خبأ فيها المال وهو سرقه وأخذه من حرام، وتتحدث وتتحدث الأرض بأخبار عظيمة، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، حينئذ يريد أن يعلم الناس ما هي النتيجة، ما هي نتيجة الأعمال. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. في هذه اللحظات يومئذ يصدر الناس أشتاتا أي متفرقين مختلفين، منهم من ينطلق ووجهه أبيض، وجهه مضيء، وجهه مسفر، ومنهم من يتحرك ووجهه أسود والعياذ بالله، عليها غبرة أو وجوه قاتمة والعياذ بالله، متفرقين مختلفين، مشهد عجيب. أنا عايزك تتخيل مثلا لو إني في بلد من البلاد انتشر فيها مرض قاتل مميت وأصيب به بعض الناس وبعض الناس لم يصيبوا، ولا يعلم أحد من الذي أصيب بهذا المرض ومن الذي لم يصب بهذا المرض. فقامت البلد دي قالت هنعمل اختبار لكل الناس عشان نعرف مين اللي مصاب بالمرض القاتل ومن الذي لم يصب بهذا المرض. ثم جاء وقت إعلان النتيجة عن المرض، وقالوا إعلان النتيجة هيبقى مثلا من الساعة 7 الصبح للساعة 7:30، نص ساعة فقط، وكل الناس يجب أن تأتي في هذه اللحظة ليعلموا نتيجة المرض، هل هو قاتل بالنسبة له أو ما عندوش المرض. تخيل البلد بأكملها من رجال ونساء وأطفال تستيقظ في نفس الوقت وتنطلق، كل مشغول بنفسه يريد أن يعلم مصيره، يريد أن يطمئن على نفسه، فانطلقوا لا يلوي أحد على أحد، يفر المرء من أخيه، الكل يريد أن يطمئن على نفسه في نفس الوقت متفرقين. تخيل هذا المشهد والصراع على المواصلات وعلى الطرق وعلى الأماكن، تخيل هذا المشهد. الآن هو لا يريد أن يطمئن على مرض، هو يريد أن يطمئن على مستقبله الدائم الأخروي الذي لن ينتهي، فحينئذ يذبح الموت. تخيل الناس يريدون أن يطمئنوا على أعمالهم، عملت إيه؟ إيه النتيجة بتاعتي؟ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، سيرى عمله غصبا عنه، ليروا مش ليرى عمله، ليروا، حد هيوري له أعماله، أعماله التي نسيها، أعماله التي لم يفكر فيها، أعماله التي لم يفكر في عاقبتها، كان يتكلم ولا يفكر في عاقبة الكلام، كان يتحرك بلا مبالاة، الآن سوف تظهر نتيجة الأعمال ويراها غصبا عنه. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. هذه اللحظات تخيل
زلزلة وإخراج للأثقال وتعجب من الإنسان، قال الإنسان ما لها، ثم تتحدث الأرض بالأخبار، ثم يفاجأ الإنسان أنه لابد أن يعلم نتيجة عمله فيجري مسرعا، الكل يجري في كل الاتجاهات. خيل كل الناس بتتحرك في وقت واحد، مش كل الناس في بلد ولا كل الناس اللي على الأرض، كل الناس اللي خلقوا من لدن آدم إلى يوم القيامة، الكل يجري لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لحظات ظهور النتيجة، ده لحظات ظهور نتيجة ثانوية عامة، أو لحظات ظهور نتيجة ورم هل هو يمكن شفاؤه أو يصعب شفاؤه. هذه اللحظات لحظات قاسية على الإنسان، لحظات الانتظار لظهور أي نتيجة، لحظات الانتظار لظهور أي نتيجة أمر جلل، فما بالك بلحظات الانتظار لظهور نتيجة الأعمال التي سوف يترتب عليها المستقبل الأخروي الدائم، الخلود. نسأل الله السلامة. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ثم ينقسم إلى فريقين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نسأل الله السلامة وأن نكون من فاعلين الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أريدك أن تتخيل لحظة المفاجأة من الزلزال، ثم تفاجأ أنه ليس زلزال عادي. لما بيحصل زلزال بيكون شعور الناس إن شاء الله لحظات وينتهي الزلزال. مهما حدث من خسائر، حتى لو بيته سقط مش مشكلة، أعمل بيت تاني. لحظات أنتظر حتى ينتهي الزلزال، أتمسك في أي شيء حتى ينتهي الزلزال. هذا الزلزال يستمر ويستمر، ومن معاني الزلزال التكرار. الزلزلة أي كثرة حدوث الزلل لهزة معينة يتكرر، يسموه الفعل المضاعف أي الذي يتكرر. يتكرر الزلزال وتتزلزل الأرض، ثم يفاجأ بكل ما في الأرض يخرج، أموات وكنوز وأثقال، ثم يتعجب الإنسان ما الذي يحدث. يأتيه الجواب من الأرض، أن يعني الأرض تتكلم، ويفاجأ بأحداث نسيت، أحداث من آلاف السنين تتكلم بها الأرض. من الذي فعل ذلك؟ إنه الله. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فيجري الإنسان مسرعا ليعلم النتيجة الكلية لأعماله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ويفاجأ بالميزان، يفاجأ أنه لن يظلم شيئا. يقول ربنا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، لن تظلم نفس شيئا أبدا. بل قال ربنا: وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. قيل من معنى هذه الآية: يا بني، إنها أي المعصية، إنها دي فعلة المعصية بتاعتك. لو أنت دخلت في صخرة جوه الجبل وعملت معصية في صخرة داخل جبل أو في السماوات أو في أي مكان في الأرض يأتي بها الله يوم القيامة، يأتي بها الله لتحاسب عليه. أينما تذهب يراك الله. أين تذهبون؟ أين تريد أن تفعل المعصية؟ الأرض أرضه والملك ملكه والسماء سماؤه، أين تذهب؟ فقال الله عز وجل: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، أي يوم القيامة. ثم تنظر إلى أعمالك، يفاجأ الإنسان إن هذا الميزان يحاسب بالذرات مش بالكيلوات. هذا الميزان يحاسب بالذرات. يعني تخيل إنسان جايب معاه أعماله ويحمل الأعمال، يحملون أوزارهم على ظهورهم. تخيل كل واحد جايب الأعمال بتاعته جاي يوزن، فجاي يحط الأعمال على الميزان، يقول له: لا استنى،
الوزن بالذرات، مش بشيلة، مش بالكيلو، الوزن بانتظر. ماذا تفعل؟ انتظر. سوف توضع الذرات ذرة ذرة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تخيل لما تقعد توزن أعمالك بالذرات، يعني مثلا واحد تصدق بكيلو أو بمثلا 20 جرام ذهب أو بكيلو فضة أو ب2 كيلو رز، قالوا لا استنى، ده خير، سوف تحاسب بالذرة. كم من ذرة خير. ذلك يروى عن أمنا عائشة حينما جاءها سائل فتصدقت بعنبة فعتب عليها في ذلك، فقالت وكم فيها من ذرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، كم في الشق من ذرات. وقيل من أسباب نزول هذه الآية كان بعض الصحابة يستحي أنه يتصدق بالقليل، هو ما عندوش غير القليل، كان بس يستحي، هو عايز يتصدق لكن مكسوف من ربنا انه معوش غير 50 قرش يتصدق بيها، او معوش غير شق تمره في البيت. فانزل الله تحاسب على ما فيها من ذرات، فمن يعمل مثقال ذره، مثقال ذره، الذره هو الشيء المتناهي في الصغر ايا كان هذا الشيء، سواء النمله الصغيره او الهباء التي تكون من شعاع الشمس التي تراها حينما يأتي شعاع الشمس ذرات التراب، أيا كان هو الشيء، أصغر حاجة ممكن تتخيلها هي الذرة، الشيء الصغير الذي تظنه تافه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كم من كلمة قيلت، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا. خد بالك من كلمة لا يلقي لها بالا، دي كلمة، ايه يعني كلمة؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ قلت كلمة حصل خير. ان الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وقيل في معنى هذا الحديث، جمهور العلماء قالوا في معنى هذا الحديث هي الكلمة التي يتكلم بها عند سلطان جائر ليسفك بها دم امرئ مسلم، انه ممكن يقول كلمة تتسبب في قتل ناس، يهوي بها في النار 70 خريفا. تخيل 70 سنة بيسقط، تخيل واحد اللي اصلا واحد لما بيعمر بيبقى عمره 70 سنة، تخيل 70 سنة لسه ما بيتعذبش، و70 سنة بيسقط فقط بسبب كلمة يهوي بها، اي بسببها، يهوي بها اي بسببها في النار 70 خريفا. فيفاجأ، هو جايب الأعمال وعايز يخلص، عايز أعرف النتيجة، جاي بعد الزلزلة وخروج الأثقال مستعجل، جايين متفرقين أشتاتا مستعجلين، يفاجأ انتظر، الوزن بالذرات، توضع ذرة ثم ذرة ثم ذرة، ومع كل ذرة توضع على الميزان يكاد قلبه أن ينخلع. النتيجة إيه في الآخر؟ ما هي النتيجة؟ تخيل المؤمن اللي عمل ملايين ومليارات الذرات من الطاعات كيف يكون حاله من الطمأنينة، وتخيل العاصي اللي عمل مليارات الذرات من المعاصي، وتخيل اللي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ويظلوا ذرة خير وذرة شر وذرة خير وذرة شر ويكاد قلبه أن ينخلع. فيقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. العلماء قالوا يعني ايه يره؟ قيل اولا يرى عمله، بعض العلماء قال وكأن اعماله اللي عملها في الدنيا هتتصور له ويشوفها كأنه لسه عاملها، انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، كل حاجة منسوخة كأنها متصورة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يشاهد عمله ويشاهد ثواب عمله، يعني يتقال له الأول أنت عملت كذا، أنت صليت قيام ليل، يتجاب له منظره هو قايم بالليل بيجاهد عشان يصلي القيام، ثم يقال له ثواب القيام كذا، ثم يشاهد منزل في الجنة لمن يقوم الليل. الحساب أمر عظيم، احنا متخيلين الحساب هيروح ياخد ورقة مكتوب فيها ناجح ولا صايت، لا، موازين، ومع كل عمل
يشاهد العمل ويشاهد الثواب ويشاهد المكان، يشاهد العمل المعصية ويشاهد جزاء المعصية ويشاهد عقوبته في جهنم. تخيل مع كل مشهد عمال يتوزن يتوزن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقيل من يعمل مثقال ذرة في الدنيا من الخير سوف يرى ذلك في الدنيا قبل الآخرة، يرى ذلك في الدنيا، أهل الطاعة يروا جزاء الطاعة بطاعة مثلها. حتى لو الكفار عملوا خير في الدنيا من إحسان إلى الناس يجزون به في الدنيا من رزق وصحة وأولاد، صحة لأولادهم، حتى لا يكون له حسنة واحدة، لا تبقى له حسنة واحدة يوم القيامة، فلا يكون له عند الله شيء. فالكفر يحبط هذه الأعمال في الآخرة، ليس لها وزن عند الله سبحانه وتعالى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يحاسب بالذرات. أخيرا أحبتي في الله، قال الله عز وجل فمن يعمل، هذه السورة جاءت لنعمل، تحاسب على الأعمال، كل عمل هتحاسب عليه. هذه السورة جاءت لتحدث زلزلة في القلوب، لتحدث زلزلة في العقول، لتزلزل المجتمعات حتى تعود إلى موازين الله مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، إنك مجرد ابتسامة، حركات الوجه التي قد لا تستغرق منك لحظات هي عند الله عظيمة، ابتسامة في وجه أخيك المسلم. لا تحقرن من المعروف شيئا، شيء بسيط في الأرض قد يؤذي، قد احتمال قد يؤذي الناس، تشيله تاخد صدقة. أي عمل تفعله تاخد صدقة، نيتك الطيبة للإصلاح بين الناس بتاخد عليها صدقة، طموحاتك وأمالك لنصرة الدين بتاخد عليها صدقة، ولو أن تحدث نفسك بالغزو تاخد عليها صدقة. البذل وكذلك المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، قال أيضا إياك ومحقرات الذنوب. بلاش تقول ده ذنب بسيط، إيه يعني كلمة غلط، إيه يعني كذبة، إيه يعني حاجة بسيطة، لا مفيش، دي ذرات تحاسب بالذرات. الإنسان يجاهد قدر الاستطاعة، اتقوا الله ما استطعت، قدر الاستطاعة، إياك ومحقرات الذنوب. لذلك بيقول ابن مسعود إن المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يوشك أن يسقط عليه. المؤمن لما بيعمل معصية حاسس إن في جبل هيقع على دماغه، جبل. والمنافق يرى ذنبه كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا فطارت. خد بالك إن الذبابة شيء قبيح، يعني المنافق عارف إن الذنب حاجة وحشة، لكن إيه يعني، زي الدبانة هعمل لها كده هتطير، إيه اللي حصل؟ المؤمن لما بيعمل الذنب بالنسبة له أمر عظيم. هذا الميزان الدقيق، ميزان الذرات، لا يوجد إلا في قلب المؤمن. هو المؤمن اللي يعلم حقيقة المعاصي، يرى المعصية على حقيقتها. مش معنى أن حاجة حرام بتجيب فلوس يبقى مش مشكلة، ناس تقوله ده حرام، لك حرام بس بيجيب فلوس مش مشكلة وخلاص، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمات الإشاعة، هذه الآية تحسبونه هينا نزلت في إشاعة قيلت على المسلمين، كلمة بتتقال خلاص بدأ يقولها، إذ تلقونه بألسنتكم، سمعت كلمة قلتها، إيه اللي حصل؟ قريت كلمة وقلتها وعدت أنقلها وخلاص، بدون ما أتحقق، بدون ما أتثبت، بدون ما أحسن الظن، هذا عند الله عظيم. إذن إياك ومحقرات الذنوب ولا تحقرن من المعروف شيئا، ده الواجب العملي اللي نخرج به من السورة، إن لابد أن يحصل زلزلة في حياتك، لازم تتغير. ما ينفعش بعد صورة الزلزلة تبقى زي قبل صورة الزلزلة، ما ينفعش، لازم صورة الزلزلة تعمل زلزلة في طريقة تفكيرك، لازم تعمل زلزلة في طريقة حياتك. اللي كان بيظبط المنبه على 7 الصبح يظبطه على صلاة الفجر، لازم يحصل زلزلة. اللي كان بيتكلم ويقول ما يشاء لازم يظبط كلامه. اللي كان بيأكل من أي مكان يسأل هل هو من حلال أو من حرام، لابد أن يحدث زلزلة
في طريقة التفكير، ونزل القرآن لنتغير، لا لنقرأه ونترنم ونقرأه على الموتى، نزل القرآن لنتغير به. هذه الصور كانت تزرع الوازع في قلوب المسلمين فيصبح مجتمعا طاهرا. نعم هناك من الناس لا يصلح بالقرآن، لا يصلح إلا بالسلطان المؤمن، إن يجي سلطان يطبق عليه قوانين شرعية تردعه، لكن غالب أهل الإيمان يرتدعون بالقرآن، ينزل عليه السورة ينزل عليه القرآن فيتغير فيخاف فيراقب الله، يستطيع أن يخدع الناس لكن لا يستطيع أن يخدع الله، يعلم أن الله مطلع عليه، يعلم أن الله أحصى هذه الذرات، أحصاه الله ونسوه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على فعل الطاعات، اللهم وفقنا لفعل كل حب، لفعل كل طاعة تحبها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عملا صالحا تختم به أعمارنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة بفضلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، اللهم سهل علينا الطاعات، اللهم يسر لنا الطاعات بكرمك وفضلك يا رب العالمين. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.